ده. المهم خليني اقول لك موضوع صفقه النادي الاهلي، وبعد التواصل معاه من فريق العمل معايا، كلهم زملاء محترمين وافاضل، منهم ناس معروفين لبعض وفي منهم ناس غير معروفه لبعض. احد الزملاء وده معروف يعني انه شغال معايا وصحفي جامد وشاطر يعني، قال انه تواصل مع الكابتن حسام حسن مهاجم نادي سموحه، واكد ان امير توفيق تواصل معه لمعرفه رايه في الانتقال الى النادي الاهلي. قال وابدا حسام حسن ترحيبه بالانتقال للنادي الاهلي، واكد له امير توفيق رغبه الاهلي في الحصول على خدماته الموسم المقبل، وان الاهلي هيحاول يخلص بعد الحصول على موافقته مع المهندس المحترم محمد فرج عامر رئيس نادي سموحه. ف الصفقه هتتم ازاي؟ عملنا بقى فولو على الموضوع. في 2 لعيبه معاره الى سموحه، صلاح محسن وناصر ماهر. فوارد ان صلاح محسن يبقى يخش في الصفقه او اخرين، لكن ناصر ماهر الاهلي عاوزه والمقاولين عاوزه، والمقاولين واخد وعد ان هم ياخدوا ناصر ماهر من لما كان الاهلي بيخلص موضوع صفقه طاهر محمد طاهر، وان الكابتن عماد النحاس تواصل مع ناصر ماهر رغم ان الفلوس اللي بياخدها ناصر ماهر في سموحه اعلى من المقاولين، فلسه الدنيا مش معروفه تبقى فيها ايه. لكن المؤكد ان النادي الاهلي دخل في صفقه حسام حسن مهاجم سموحه، مهاجم سموحه. لجنة الكرة بقى شايفة ان هو افضل من سين من صاد من عين. المسائل في النادي الاهلي دلوقتي بناء فريق قوي ودكة قوية، بناء فريق قوي ودكة قوية وعناصر متميزة تستحوذ على البطولات المحلية وتنافس بقوة على الافريقية. ليه؟ لانك انت عندك بيراميدز فرقة كبيرة والزمالك فرقة كبيرة، عناصر متميزة هنا وعناصر متميزة هنا، فلازم يبقى عندك خاصة مع موسيماني لأن الأهلي بقى شكل تاني. طيب بالنسبة طبعا نتكلم عن النادي الأهلي، أيمن أشرف جاهز للعب أمام بيراميدز إن شاء الله يوم الأحد، وكانت عنده إصابة في الكاحل. الأمور طبيعية في النادي الأهلي، وإحنا جبنا امبارح الكابتن سيد عبد الحفيظ وكشف كل موضوع الإصابات، وكان شد خفيف لعربي بدر خفيف يعني، فعلى طول اطلع ريح. محمد الشناوي باذن الله باذن الله باذن الله يكون في التدريبات الجماعيه، ولكن مش هيلعب ماتش بيراميدز، يعني في قرار ان يلعب ولا ما يلعبش. لو سالتني انا اقول لك ريحه، انت محتاج ايه من ماتش بيراميدز؟ خدت الدوري من بدر، واللي عندك برضو ما انت لازم تجرب علي لطفي، هو تانو كده رئيس وزراء سابق وقاعد على الدكة، لا جربه في ماتش صعب ويعرف مستواه وقدراته، وخلي مصطفى شوبير على الدكة يعني برضو ادي عيش الناس أجواء المباريات الصعبة، لأن علي لطفي هو اللي يبقى على الدكة والشناوي في الملعب في أفريقيا. كل شيء وارد في عالم كرة القدم، قد تضطر. احنا شفنا الزمالك في أفريقيا لما أصيب عماد السيد ونزل عمر صلاح وبتاع وكلام بالشكل ده، فظروف المباريات بتبقى صعب، ظروف المباريات بتبقى صعب. عاجز عن شكركم، عاجز عن تقديركم. طب حاضر هرد على الأسئلة يا أستاذنا. الأهلي يلعب بالشباب، والله أنا معاك يا أستاذ حسين حسين. هل في قضايا مالية على مرتضى؟ طبعا في قضية الأموال العامة الشهيرة بتاعة العملة وكذا كذا، كانت اتحفظت حفظ مؤقت وفقا لما قاله الدكتور كمال شعيب في بلاغه الجديد اللي كان في قضيه بقى عن الخمسه، لان النيابه العامه غلت يديها عن محاسبه الفاعل الاصلي وهو مرتضى احمد منصور وحسبت الشركاء وبالحبس وقتها، فبالتالي هي ما زال الامر قيد التحقيق. وفي بلاغات اخرى وما اعرفش عمل بلاغ بتاع 1,600,000 ده ولا لا، وكان في خمسه وتفاصيل يعني، لكن في حاجات طبعا في النيابه العامه ولما ترفع عنه الحصانه في حاجات قضايا كتير جدا في النيابه العامه، سواء خاصه بالنادي او بحقوق ناس، وانا مش بقدم ضده بلاغات. محمد ابن حضرتك زملكاوي، عمر اهلاوي، عماد عزيز. بس محمد دلوقتي يعني بقى شارد دماغه شويه بعد المأساة اللي شافها في مأساة الدفاع الجوي. اللي بيقول الخبر بتاع حسام حسن نظام تسويق محمد زيدان، لا احنا ما عندناش الاسلوب ده يا استاذنا، ثق احنا جايبين الخبر من بوق حسام حسن.
مش من بق امير توفيق. فالاول من امير توفيق كنت اقول لك امير توفيق لازم يطلع الاموال العامه، ماليش علاقه، انا مش هوجه هنا النيابه. صفقه باير المحمدي، احمد بيكهام اعتبره في الاهلي، اسامه جلال لسه. اخبار محمد ابراهيم ايه؟ والله ما تابعتش مع محمد بيه عبد السلام من ساعه المكالمه اللي احنا عملناها من يومين اللي اعترف فيها بمفاوضات النادي الاهلي للحصول على خدمات محمد ابراهيم. يوسف البلالي الاهلي تراجع عنه، وقلت لكم ليه؟ عشان الموضوع خلافه مع اهلي جده، والعقد ابو 3 مليون يورو في السنه، والعقد اللي باقي فيه 3 سنين، والمبلغ المالي الكبير اللي التعويض اللي لو حصل عليه الاهلي جده بيبقى كبير. وقلت الكلام ده، وبعدها باربع خمس ايام طلع قاله ابراهيم فاقي وما قالش ان انا واخد الكلام ده من انكر ابو المعطي زكي. اخبار سيرينيو ايه؟ بص كل التركيز الان عشان ابقى واضح معاكم، كل ما اكلم حد في النادي الاهلي عن الامور دي يقول لي احنا مركزين في كذا، الا امير توفيق يزغ منك كما يزغ الثعلب. لكن بدري بنون في النادي الاهلي، بدري بنون في النادي الاهلي. صفقة باير المحمدي والاهلي، الاهلي لسه ما خلصش فيه. هل ورثة الصول؟ والله ما بحب اخش الكلام ده يا استاذ شريف، والله يعني ما بحبش اتكلم في امور لصول زكريا ولا الامور دي. خلينا نتكلم رياضه، يعني مش هنعيب على واحد حاجه وكده. ساعات الواحد بيتخنق وبيفضفض، وساعات الواحد بيتخنق وما يقدرش يستحمل الافتراءات الخياليه والظلم الشديد ده فبينفجر. هل تتوقع هروب مرتضى منصور خارج البلاد؟ الله اعلم، لكن ممكن عياله، لان هم يعني عندهم قدره على المسائل. يعني بحبك في الله احمد بكر، احبك الله وبارك في عمرك حبيبي يا انكل، بنتابعك من حلوان محمد ايشا او شا كذا مش باينه. سلامه انديل جماهير الزمالك هتشجع الاهلي ضد سان داونز، ده طبيعي عشان فوز النادي الاهلي يبقى في صالح الزمالك وينقذ الزمالك ويخليه يشارك كوصيف، بس الاهم ان الزمالك يكسب الحرس ويكسب الاسماعيلي، عنده مباراتين والحرس بينافس من اجل البقاء. عموما يحفظكم رب العالمين ويبارك فيكم، دمتم في امان الله، السلام عليكم.